ثم نحرص على أداء النوافل أخي في الله، ثم تذكر أنك إذا صليت وجلست في مجلسك الذي صليت فيه ماذا يحصل لك من الخير؟ الملائكة تصلي عليك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث أو ينصرف. ثم تذكر يا عبد الله إذا أديت النوافل منها ركعتي الضحى تزكي لك 360 مفصل، ثم الرواتب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. يا عبد الله، يا أمة الله، بيتا في الجنة، ما هي بالمسألة بريك ولا خرسانة ولا سيراميك، لا، لا بناة ذهب ولا بناة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. الجنة يا عبد الله من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. عبد الله احرص يا عبد الله ويا أمة الله على النوافل. نعم، الرواتب التي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها وحث أمته كما سمعت في الحديث يا أخي بالله.